تيروكو ياهاتا كانت في الثامنة من عمرها حينما لمحت ضوءا أبيض قويا في السماء قذفها مسافة 6 أمتار في الهواء واستيقظت على مشهد مدينة ممسوحة بالكامل. هذه التفاصيل روتها سيدة يابانية نجت بأعجوبة من كارثة هيروشيما التي تسببت بمقتل نحو 140 ألف شخص من سكان المدينة إبان الحرب العالمية الثانية. ياهاتا كبرت وتعلمت اللغة الإنجليزية كي تروي تفاصيل تجربتها للسائحين الأجانب في متحف القنابل والأثار في هيروشيما، وتحرص اليوم وهي بعمر 86 أن تكون أولى الحاضرات للعرض الأول لفيلم أوبنهايمر في اليابان، آملة أن يغير من الجدل القائم بشأن استخدام القنابل النووية وتطويرها. فيلم أوبنهايمر يتناول قصة العالم الألماني روبرت أوبنهايمر الذي عمل مع فريقه على تطوير القنبلة الذرية التي أدت لاحقاً لإبادة مدينتي هيروشيما وناغازاكي. ورغم أن الفيلم حقق إيرادات عالمية تجاوزت المليار دولار إلا أن اليابان منعت عرضه في دور السينما، فقام موزع أفلام مستقل بشراء حقوق الفيلم والإعلان عن عرضه نهاية مارس.